استوديو رقم 2. أهلا ناصر، اليوم موضوعنا عن الموسيقى الكلاسيكية، هالموسيقى اللي بتجمع عناصر كتير ببعضها. أما الإبداع في الموسيقى ما بينتهي، ولما نجمع كل هاي العناصر مع بعض بين شعر، لحن، غناء، رقص وكمان تمثيل، بنحكي عن الأوبرا. تعالوا نرجع بالزمن للقرن 16 ونسمع واحدة من أقدم مقطوعات الأوبرا من تأليف جاكوبو بيري. أما عن معنى الأوبرا وتاريخها، تعالوا نسمع تفاصيل أكثر من معلمة الموسيقى وعازفة البيانو الفنانة بنت الناصري ريم عودي. خلينا نروح مع بعض عبر الزمن لأواخر القرن السادس عشر لما بلشت الأوبرا تظهر. الأوبرا هي كلمة إيطالية معناها عمل، هي عمل متكامل. لما إحنا بنروح بنحضر كونسرت أوبرا هني بيغنوا أريات من أوبرا، ولكن الأوبرا على المسرح هو أوبرا، هو عمل متكامل، لأنه الأوبرا هي مسرحية اللي تعتمد على الموسيقى. بيكون في عنا سيناريو أو نص أو شعر، بيجي ملحن موسيقي بيألف موسيقى لهذا النص، يعني في نص بعدين في موسيقى، بيجوا مغنيين محترفين لغناء الأوبرا بدرسوا النص وبدرسوا الموسيقى وبعرضوه على مسرح أوبرا. هلأ شو أوبرا؟ يعني عمل متكامل، يعني في ممثلين، في مغنيين، في رأس باليه مرات، في أوركسترا كبيرة أو صغيرة للموسيقى بتكون حية يعني مباشرة، في ديكورات، في إضاءة، كل هاي الاشياء اللي بتخص عرض مسرحي بتكون قائمه في مسرح اوبرا. وبعد هاي النبذه عن تاريخ الاوبرا من ريم، مهم نذكر انه كمان العرب الهن بصمه في انتاج الاوبرا وكمان انشاء دار الاوبرا، وبالتحديد في مصر. دار الاوبرا المصريه القديمه ارتبط قصه انشائها بافتتاح قناه السويس في الاول من نوفمبر عام 1869 في عهد الخديوي اسماعيل اللي كان أصلاً شغوف بالفن، وعشان هيك سموها بالأوبرا الخديوية. في وقتها طلبت ماريت باشا من الخديوي إنه يختار قصة من صفحات التاريخ المصري القديم ممكن تكون نواة مسرحية شعرية، وهيك صار. وبالتعاون مع المؤلف الموسيقي جوزيبي فيردي قاموا بافتتاح أول عرض في دار الأوبرا المصرية القديمة من خلال أوبرا عايدة بموضوعها الوطني المصري. وعلى أنغام أوبرا عايدة، وبما أنه حكينا كمان على جوزيبي فيردي الموسيقار الإيطالي ومنبع الأوبرا في إيطاليا، معاي من إيطاليا فنان فلسطيني ابن نابلس مغني أوبرا من فئة صوت الباريتون طارق وهبي. يسعد أوقاتك يا طارق. مرحبا أخي الياس ويا صديقي العزيز الياس، أخبارك؟ يا هلا فيك يا طارق. في البداية هيك خبرنا، أنت موجود في إيطاليا، إحنا بنعرف أنه أنت فنان وصوت أوبرالي جميل، شو بتخبرنا عن هاي الزيارة طارق؟ أنا حاليا بإيطاليا عشان ماستر كلاس مهم جدا، وكالة اسمها أندريا بوتشيلي فاونديشن تدعم مغنيين للأوبرا. تعرفت عليهم عن طريق معلمتي السابقة جوليانا ميتيني، قبلوني بعد ما غنيت آريا من أوبرا بوتشيني، وكانت شريكتي بالموسيقى ريم عودي بترافقني على البيانو، ونجحت ولهالسبب اختاروني لعروضات مستقبلية. أنا حاليا بآخر مراحل الماستر بالغناء الأوبرالي بفيتشنسا إيطاليا، بشهر 2 باخذ الشهادة إن شاء الله، وبالمستقبل القريب إن شاء الله رح تلاقونا أنا وشريكتي ريم عودي بأعمال عربية وكلاسيكية. حلو كتير، يعني إن شاء الله بالتوفيق لإلك ولريم طبعا. خلينا هيك أذكرك بأوبرا من أجل السلام اللي كانت في روما إيطاليا، يعني شو بتحكينا عن هاي المشاركة اللي كانت، وشو في كمان مسابقات مشاركات من خلالها كمان وصلت لدرجات عالية؟ أوبرا من أجل السلام بروما كانت تجربة الأهم بحياتي الأوبرالية،
لأنه قابلت ثلاثة من أهم مغنيين الأوبرا بالعالم وكانت تعليقاتهم حلوة كتير من طبيعة صوت الباس وإني كمان من الأراضي المقدسة. كمان كان لك مشاركة بمسابقة اللي وصلت فيها لدرجات عليا مع شريكتك في العزف طبعا الفنانة ريم عودي. رحت على براتو بمشاركة ريم عودي على البيانو، قدرت انه اوصل للنهائي وتشكر ريم على محبتها ودعمها لي. تضيف كمان انه وصلت لنهائيات بمسابقة الأوتس للأوبرا. حلو كتير، يعني هذا مش مفهوم ضمنا يا طارق انه كمان انت توصل لهيك مراحل في مسابقات دولية وكمان محلية، فكل احترام وان شاء الله بالتوفيق طبعا. وكمان بحب اضيف انه اختاروا 700 شخص، من هال 700 شخص اللي عملوا لهم امتحان قدرات بس 70 واحد وانا من ضمنهم، فانا وريم شاركتني بالعزف وشكرا كتير لريم اللي محبة ومتعاونة في كل اشي. يعني المحكمين ابدوا اعجابهم بالغناء او بالعزف، هاي التجربة كانت كتير حلوة، وخاصة أوبرا من أجل السلام زي ما قلت سابقا مع توماس هامسون ولودفيك تازييه زائد مغنيين من أمريكا. كانت تجربة كتير رائعة لأنه أنا جاي من الشرق الأوسط، من فلسطين، من بلد عربي، فأنا شاكر لهالتجربة اللي، وشاكر كمان لريم على أنها بتشاركني كل حياتي الموسيقية. وبما أنه ذكرت يعني العازفة والفنانة ريم عودي، كان لكم تعاون مع بعض من خلال مقطوعة باسم لانوتسي دي فيجارو، يعني زواج فيجارو، المقطوعة الأوبرالية اللي كانت من خلال برنامج تعاون يحكي موسيقى. تعال نسمع مع بعض. دام كان ضعيف الفلون يا مروزا قد تجرنا دينترنا جيراندا اللي بلي تربانا لبوزا نالتي زدوا دونشينا دمار Elle belle turbando riposo dal cisetto ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. يعني بعد هيك تعاون بينك وبين ريم، هالمشاركة الحلوة اللي كانت بلانوتسي دي فيجارو، خليني أسألك، أنتوا كونتوا مع بعض فريق من خلاله كمان بتطلعوا عروض في البلاد وخارج البلاد، شو بتحكينا عن هذا التعاون بينك وبين ريم وكمان عن العروض الجاي؟ خلينا نقول حاليا ومن 2021 عملنا أنا وريم كتير حفلات وكونسرتات، منها بالناصرة، منها بالأوتس كتير، منها ببيت لحم. اللي حبوا طبيعة الكونسرت اللي عملناه بشكل أوبرالي كتير حلو، وريم كمان دعمتني بأنه عملنا صفحة على الفيسبوك اسمها دي أوبرا موزايك، وبتقدروا أي حدا بحب الأوبرا أنه يفوت على الصفحة The Opera Mosaic ويسمع. وأنا من عندي بدعو الجميع يفوتوا على الصفحة، حتى اللي بيحبوش كتير الأوبرا يفوتوا يسمعوا. الحلو من الموضوع بالحياة المهنية أنه ريم نصحتني أغني لشعراء عرب، فعرفتني على الملحن الكبير الدكتور وسام جبران اللي أعطانا ثلاثة وأربع ألحان عنده ونالوا شهرة كتير واسعة، وهذا الشيء كتير بقدره. كتير حلو يا طارق، وإن شاء الله بالنجاح بكل خطواتك الجاي أنت وريم، وطبعا إحنا بهمنا نسلط الضوء على موسيقيين وفنانين من عنا من بلادنا كمان بمجال الأوبرا. مشكور جدا 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 الغالي الأخ والصديق إلياس على اهتمامك بالأوبرا واهتمامك الشخصي فيي أنا وريم، وعلى مقابلتك لنا بهذا الراديو. الله يخليك يا طارق وشكرا لوقتك. يعني طبعا الفنان ومغني الأوبرا طارق وهبي من إيطاليا كان معنا بهذا اللقاء. ولأنه المسرح وثقافة شعوب والأوبرا جمعت كل العناصر الإبداعية بمحل واحد، حبيت من خلال استوديو رقم 2 هالمرة نخوض في تفاصيل الأوبرا، غنائها، موسيقاها، ودور الأوبرا في العالم العربي كمان. وقبل النهاية، وبعد ما تنقلنا بين النصر، نابلس، روما، توسكانا، فيتشنزا،
أجا في بالي صوت من العالم العربي، فناني لقبوها بالصوت الأوبرالي. تعال نسمع هذا المقطع. يعني بتخيل كتار منا عرفوا لمين هذا الصوت، والهدف مش بس المعرفة إنما تذويد الفن الراقي هذا في حياتنا اليومية. فإذا عرفتوا صوت هاي الفنانة وشو اسم الأغنية، ابعتولنا على واتساب راديو الناس 053-220-440 ورح نقرأ إجاباتكم خلال الساعة القريبة من البرنامج. ناصر، البث عندك.